قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاق تركيا مع أمريكا بشأن إقامة منطقة آمنة في سوريا هو التحرك الصائب، مضيفا أن أنقرة لن تسمح بتأجيله. وأضاف أردوغان خلال رحلة عودته من روسيا حيث التقى نظيره فلاديمير بوتين أن القوات التركية في أتم استعداداتها على الحدود مع سوريا، مؤكدا أن إقامة منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية والحدود التركية يجب أن تمضي بوتيرة سريعة.